مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقتنا النهاردة كالعادة فيها أخبار كتير عن النادي الأهلي وكواليس الفريق كمان اللي بيواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز. كمان هيكون لينا جولة كبيرة في كل الكلام والأخبار اللي اتكتبوا عن النادي الأهلي. طبعا أكيد كمان في كلام كتير في الفترة دي عن الانتقالات وعن الصفقات. ومناسبة الكلام الكتير عن الصفقات، احنا النهاردة لسه يوم 6/1، يعني لسه قدامنا 24 يوم، وإن شاء الله بإذن الله مجلس إدارة النادي الأهلي يوفق في إنهاء الصفقات اللي الجمهور مستنيها. وأنا عارفة الجمهور مستني إيه، الجمهور مستني لعيبة مش بس عندها إمكانيات فنية عالية، الأهم تكون عارفة قيمة تيشيرت النادي الأهلي. وزي ما في لعيبة بتعمل أي حاجة وبتبيع أي حاجة عشان الفلوس، في لعيبة برضو بيرموا كل حاجة ورا ظهرهم عشان تحية حلوة من جمهور النادي الأهلي. شفنا حسين الشحات اللي قال إنه على أتم استعداد إن هو يتنزل عن مستحقاته كلها في سبيل إن هو يلعب للنادي الأهلي. شفنا كمان حمدي فتحي اللاعب اللي تعرض النهاردة الصبح للإيقاف وتجميد كل مستحقاته من إدارة أنبي لأن متمسك إن هو يلعب للنادي الأهلي. المهم هي دي نوعية اللعيبة اللي حقيقي إحنا محتاجينها عندنا، والأكيد جمهور النادي الأهلي مستنيها، اللعيبة اللي بتعشق النادي الأهلي وجمهوره. خليكم معانا هنا عشان تعرفوا وتتابعوا كل حاجة، لأن إن شاء الله بإذن الله هيكون في النهاردة أخبار حلوة جدا لجمهور النادي الأهلي. ومناسبة بقى إن النهاردة 6/1، فأنا عايزة أقول لكم إن زي النهاردة في سنة 2011 كان في مؤتمر صحفي في النادي الأهلي عشان يقدموا البرتغالي مانويل جوزي عشان يتولى طبعا القيادة الفنية. فترة كانت صعبة جدا جدا على النادي الأهلي، كان وقتها الدوري أو الدور الأول من الدوري انتهى خلاص، والنادي الأهلي كان متأخر عن المتصدر نادي الزمالك بفرق 6 نقط. وقال جوزي وقتها إن شاء الله الأهلي هيكون بطل المسابقة دي وبفرق كبير، وقد كان. فلسه إن شاء الله الدوري لسه في البداية وهينتهي في شهر 8 اللي جاي، فأكيد في حاجات كتير جدا ممكن تتغير. كمان هيكون النهاردة عندنا جولة كبيرة في الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج، ويكون ضيفنا النهاردة دكتور إبراهيم داود نائب رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب. لكن في البداية كالعادة بنبتدي بأهم عناويننا. الخطيب للاعب الأهلي، الدوري لسه في الملعب. الأهلي يبدأ تصحيح المسار بعد الخسارة من بيراميدز. الفريق الأول يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة. الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا لفيتا كلوب. إصابة أحمد الشيخ وأزارو يغيب 5 أسابيع. اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة لاختيار أفضل لاعب في الدوري. برشلونة يكلف ميسي بحسم صفقة محمد صلاح. ودلوقتي تعالوا نشوف الجرايد قالت ايه عن النادي الأهلي. الأهرام، مرارة في الأهلي بعد الابتعاد خطوة عن صراع الدوري. أثرت المشوار لا يزال طويل والفريق بحاجة للكثير وسنتعاقد مع مدافعين. الشروق، الأهلي يعاقب لاعبي بعد الهزيمة من بيراميدز. لاسارتي يعنف اللاعبين ويؤكد نحتاج للتعاقد مع مدافع لاعب وسط مدافع. أزهبوم للفريق عن سموحة وأعادة المفاوضات لضم مرعي. المساء، الخطيب للاعب الأهلي، الدوري لسه في الملعب. التقى بهم بعد المباراة الودية مع شبين وطالبهم بنسيان الهزيمة. لاسارتي حرص على رفع الروح المعنوية للنجوم الأحمر. روزل يوسف، لاسارتي لسه بدري على الدوري الأوروغوياني، يطلب تجهيز البدلاء قبل مواجهة سموحة. اليوم 7، الأهلي يبدأ تصحيح المسار بعد الخسارة من بيراميدز. الأخبار، الأهلي يستقطب بقاء غزال وإعلان الراحلين بعد مواجهة الثورة. لاسارتي، أغلقنا ملف بيراميدز ونركز للقاء سموحة واللقب لا يزال في الملعب. الأخبار المسائي، هدوء حذر في الأهلي، المدير الفني يعالج أخطاء خسارة بيراميدز ويركز على مواجهة سموحة. المصر اليوم، الأهلي يصعد أزمة قيد عبد الله السعيد مع الجبلية. أخبار الرياضة، دافعوا عن أنفسهم بتصريحات متضاربة، قيد الإجازات يسبب الحرج للجبلاية والدكتور زين يهدد ويكشف مهزلة قيد السعيد.
نروح معاكم في البداية لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرائد، ونبتدي مع جريدة الأهرام اللي قالت برغم حالة الحزن والمرارة المسيطرة دلوقتي على النادي الأهلي بعد الهزيمة الأخيرة، إلا أن لاسارتي طلب من اللعيبة أن هم يقفلوا الصفحة دي تماما ويركزوا في مواجهة سموحة المقرر ليها بعد بكرة يوم الثلاث، وطلب المدير الفني من إدارة الكرة ضرورة دعم الفريق بصفقات في الخط الخلفي خصوصا في المنطقة الدفاعية وخط الوسط في ظل الإصابات المتلاحقة اللي بيعاني منها الفريق. كمان الشروق قالت ان فرض الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الاوروغواني مارتين لاسارتي عقوبات ماليه على لاعيبه الفريق بعد الهزيمه من فريق بيراميدز وخساره النقطه ال15 في الموسم ده من 13 مباراه خاضها الفريق لحد دلوقتي في الدوري الممتاز. النادي الاهلي تعادل 3 مباريات قصاد الاسماعيلي والانتاج الحربي والداخليه، وكمان تلقى 3 هزايم من الاتحاد والمقاولين العرب وبيراميدز. ومن جهه اخرى وجه لاسارتي اللوم على اللعيبه بعد الهزيمه واكد انه مفيش مبررات للهزيمة، وقال إن التعليمات اللي قالها ليهم قبل المباراة وما بين الشوطين ما تنفذتش وبالتالي تلقى الفريق الهزيمة، وشدد على إن الفريق أو الفترة اللي جاية للفريق مفيش تهاون في تنفيذ تعليماته ومش هيقبل بأي أعذار. كمان الأخبار قالت إن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة لاسارتي استقر على استمرار المهاجم عمرو جمال وقيده في قائمة الفريق الأساسية في ظل اقتناعه الشديد بإمكانيات اللاعب ومنحه فرصة لاستعادة مستواه خلال المرحلة اللي جاية. واستقر الأوروغواني لاسارتي على الإعلان عن قائمة الراحلين عن فريق النادي الأهلي بعد مباراة الجولة الأولى والجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا قصاد فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الثورة الجزائري، نظرا لوجود بعض اللعيبة ضمن القائمة الأفريقية. كمان أخبار الرياضة قالت إنهاء إجراءات قيد اتحاد الكورة يوم الجمعة اللي فات اللي هو طبعا كان يوم أجازة للاعب عبدالله السعيد فتح أبواب الجحيم على الجبلية. في البداية طبعا أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة والمتحدث الرسمي قال إن القيد طول أيام الأسبوع مفتوح لأي نادي بما فيهم يوم الجمعة بشرط استكمال الإجراءات لقيد اللعيبة، وكمان في استعدادات كبيرة من قبل اللجنة برئاسة مجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة. أكد مجدي عبد الغني إن الإجراءات الخاصة عبد الله السعيد سليمه وان يوم جمعه مش يوم اجازه في اتحاد الكوره كما اشاع البعض، والجبليه بتعمل مع الاتحادات القاريه والعالميه ويوم الجمعه بالنسبه لبعض الاتحادات اكيد مش يوم اجازه، فازاي يكون بالنسبه لينا احنا يوم اجازه؟ وتساءل مسؤولي النادي الاهلي لو ان القيد بيتم بنظام الكتروني وفي كل الايام هل كمان بيتم طبع وقيد وتسليم كارنيه اللاعب في أيام الجمعة وفي أيام الأجازات؟ الغريب أنه نسب لوليد العطار مدير لجنة شؤون اللعيبة أنه ما يعرفش أي حاجة عن عمل اللجنة في يوم الجمعة، وجه طبعا ده على لسان أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكورة، بل أنه قال أنه لا يعرف شيء عن قيد عبدالله السعيد يوم الجمعة. وهدد كمان الدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام في جامعة بني سويف ورئيس منطقة بني سويف لكرة القدم بالاستقالة هو وأعضاء مجلس إدارة المنطقة لو ما تمش التحقيق في قيد عبدالله السعيد في قائمة فريق بيراميدز من غير علم المنطقة التابع ليها النادي. وقال كمان الدكتور زين أنه بيرفض أن تكون منطقة بني سويف شاهد ما شافش حاجة في عملية قيد عبدالله السعيد، وأصدر زين بيان نشره على موقعه الرسمي على الفيسبوك ظهر يوم الجمعة اللي فات، وقال فيها شيء مريب يحدث، فوجئت أنا وزملائي في مجلس إدارة فرع منطقة بني سويف لكرة القدم أن اتحاد الكورة استخرج كارنيه قيد عبدالله السعيد في نادي بيراميدز النهاردة يوم الجمعة. عادي يحدث في مصر، لكن يكتب في خانة المنطقة بني سويف وبني سويف لا تعلم عن ذلك شيئا لا عن عبدالله ولا عن غير عبدالله، ولا يتم اختار الفرع أو استشارته أو إعلامه حتى، ولا يستفيد من مليارات انتقالات اللاعبين، فهذا لعبه واستخفاف ببني سويف أرفضه تماما. فكيف يكون نادي بيراميدز تبع بني سويف ونحن لا نعلم عنه شيئا؟ وقال كمان الدكتور زين في بيانه الساخن إن استخدام اسم بني سويف كخيال مآتة مرفوض تماما، وكيف يكون هناك مجلس إدارة للفرع ويتم التصرف بحرية مطلقة من لجنة قيد اللاعبين في اتحاد الكرة دون مراعاة الفروع، وكيف يستخدم اسم بني سويف لتمرير أشياء لا نعلم عنها شيئا؟ وقال كمان الأمر مرفوض، نواب بني سويف والمحافظ كمان رافضين الأمر، وإذا ثبت أن هناك تجاهل ومؤامرة واستهتار باسم بني سويف فأنا شخصيا مستقيل لأني أرفض تماما تجاهل
التجاهل أو استخدام اسم بني سويف دون أن تعلم بني سويف شيئا عما يحدث. وأكمل إذا كان اتحاد الكرة يفعل كل شيء دون الرجوع للمناطق، لأن كلمة المرور للسيستم ملكه فقط، فلا داعي للمناطق وكفاية عليهم الأندية اللي ليها أصوات ومعها فلوس. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية أخبارنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، واستعرضنا معاكم من شويه الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد، وده ميعادنا نشوف الاخبار اللي اتقالت على النادي الاهلي لكن في مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يؤدي ميرانو الاخير غدا بالتتش قبل السفر للاسكندريه. بوابه اخبار اليوم: لاسارتي يقرر الاستمرار في الاسكندريه عقب لقاء سموحه. فيتو ثلاث أسباب دفعت لاسارتي لمد معسكر الأهلي في برج العرب. بوابة الشروق: أزارو يغيب عن الأهلي 5 أسابيع للإصابة. اليوم السابع: وليد سليمان يتدرب في الجيم وتأهيل عاشور وصلاح محسن. الوفد: الأهلي يعلن جاهزية محمد شريف لمباراة سموحة. البوابة سبورت: طبيب الأهلي يمنح أكرم توفيق راحة 3 أيام. الشروق: عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام سموحة بعد الاستقرار على قيده. نروح معاكم سريعا لتفاصيل أهم أخبار النادي الأهلي اللي اتنشرت النهاردة على مواقع الإنترنت، ونبتديها من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بيأدي ميران الصبح أو بكرة الصبح إن شاء الله على ملعب التتش في الجزيرة، وبعد كده اللعيبة هيتغدوا وبعدها إن شاء الله هيتوجهوا على اسكندرية عشان يدخلوا في معسكر مغلق بيستمر لمدة 6 أيام. بيخوض خلال المعسكر ده النادي الأهلي مواجهة سموحة يوم 8 يناير ومؤجلة طبعا من الأسبوع الخامس أو 15 من الدوري الممتاز، وبعد كده هيخوض لقاء فيتا كلوب الكونغولي، واللي ان شاء الله هيكون يوم 12 يناير الجاري في اولى مواجهات الفريق في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. وبعد تمرين بكره ان شاء الله هيعلم مارتن لاسارتي المدير الفني لنادي الاهلي قائمه الفريق اللي هتتوجه لاسكندريه عشان يدخلوا في معسكر مغلق. نادي الاهلي خاض تجربه وديه امبارح على ملعب مختار التتش قصاد جمهوريه شبين، اطمن خلالها الجهاز الفني على جاهزيه كل اللعيبه للمرحله اللي جايه. كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن استقرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة الأوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق على البقاء في اسكندرية بعد مواجهة سموحة، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي واللي هتقام يوم 12 يناير الجاري على استاد برج العرب في اسكندرية في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. هيقابل النادي الأهلي نادي سموحة إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي في المباراة المؤجلة من الأسبوع ال 15 في بطولة الدوري، واستقر الجهاز الفني على بقاء الفريق في اسكندرية بعد مواجهة الفريق السكندري عشان يحضروا لمباراة فيتا كلوب. كمان فيتو قال ان كان في 3 أسباب خلت لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي انه يصر على بقاء الفريق في برج العرب في معسكر مغلق. السبب الاول بيتمثل في ضيق الوقت طبعا نظرا لاقامه مباراه سموحه بعد بكره يوم الثلاث قبل 3 أيام بس من مباراه فيتا كلوب الكونغولي والمقرر ليها الساعه 9 مساء يوم السبت اللي جاي في برج العرب، خصوصا طبعا وان اللعيبه هيتعرضوا لاجهاد كبير، اجهاد عضلي لو رجعوا تاني للقاهره وبعد كده رجعوا مره تانيه وسافروا لاسكندريه يوم الجمعه عشان يدخلوا في معسكر مغلق. السبب التاني بقى بيتمثل في رغبه لاسارتي ان هو يقرب خطوه اكبر من لعيبه النادي الاهلي بعد ما تولى المهمه مؤخرا بعد مباراه الداخليه، خصوصا ان كان في طبعا دي وقت وكمان المباريات اللي بتقام كل 3 أيام بتصعب من مهمه الخواجه في الوقوف طبعا على شخصيه اللعيبه عن قرب، وده المحتاج في الفترة الجاية، وعشان كده هو أصر أن يكون في معسكر لمدة 6 أيام عشان يقدر يقرب من اللعيبة. سبب بقى تاني خلى لاسارتي يمد معسكر النادي الأهلي في اسكندرية وهو رغبته في الابتعاد باللعيبة عن الضغط النفسي والجماهيري بعد الخسارة قصاد بيراميدز، بجانب طبعا رغبته في تحفيظ اللعيبة الجمل والتركيز في التدريبات اليومية معاهم بعيدا عن عينين الجميع استعدادا لضربة البداية في البطولة الأفريقية.
كمال الشروق قالت ان كشف خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي مده غياب المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق خلال الفتره اللي جايه. وقال طبيب النادي الاهلي بعد تمارين النهارده الصبح الاشعه اثبتت تعرض ازارو لمزق عادي في العضله الضمه، وبالتالي هيغيب عن الفريق لمده تتراوح ما بين الاربع او الخمس اسابيع. ازارو غادر طبعا مباراه النادي الاهلي اللي فاتت قصاد بيراميدز في الدقيقه 64 بعد ما تعرض للاصابه في العضله الضمه، ونزل مكانه مروان محسن. كمان اليوم السابع قالت ان خاض وليد سليمان لاعب النادي الاهلي جلسه علاج النهارده يوم الاحد في صاله الجيمنازيوم قبل ما يخوض فقره تاهيليه حوالين الملعب عشان يتعافى من الاصابه اللي تعرض ليها خلال مباراه الاهلي الوديه قصاد جمهوريه شبين امبارح. خرج وليد سليمان من وديه جمهوريه شبين باصابه بالتهابات في الجوانب الخارجيه للقدم. كمان بيواصل حسام عاشور لاعب الفريق برنامجه التاهيلي من اصابته الاخيره بالتواء في الكاحل، ونفس الامر برضو بالنسبه لصلاح محسن واللي بيواصل برضو خوض تدريباته التاهيليه في اطار البرنامج العلاجي اللي بيأديه اللاعب حاليا عشان يتعافى من اصابته الاخيره بمزق في العضله الضمه. كمان الوفد قالت ان اكد خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في الاهلي جاهزيه محمد شريف لاعب الفريق لمباراه سموحه، وقال كمان ان اللاعب انتظم النهارده في التدريبات الجماعيه وشارك بشكل قوي بعد ما تعافى من الاصابه في كحل القدم، وقال كمان ان اللاعب اصبح لائق طبيا للتواجد في حسابات الجهاز الفني على ان يحسم الجهاز الفني ضمه من عدمه لمباراه سموحه وفقا للاعتبارات الفنيه. كمان بوابة سبورت قالت منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي أكرم توفيق لاعب خط الوسط راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد إصابته امبارح بكسر في الحاجز الأنفي خلال مشاركته في مباراة جمهورية شبين الودية امبارح يوم السبت. وحضر أكرم لنادي الأهلي النهاردة الصبح وخضع لفحص طبي عشان يطمنوا على إصابته، ويتوجه اللاعب إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي لطبيب مختص عشان يعرف حالته قبل ما ينتظم في تدريبات خفيفة في الجيم يوم الخميس اللي جاي. كمان الشروق قالت ان استقرار الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم في الاهلي على قيد عمرو جمال مهاجم الفريق في قائمة الفريق المحلية وكذلك القائمة الافريقية، وجه قرار الجهاز الفني بقيادة لاسارتي لحاجة الفريق لجهود اللاعب لقيادة هجوم الفريق في الفترة اللي جاية بعد حالة من الالتزام اللي طبعا كان بيمر بيها اللاعب رغم عدم قيده في بداية الموسم ووضعه في قائمة الانتظار. طبعا ده كمان بالاضافة للاصابات اللي بيمر بيها خط هجوم النادي الاهلي، هيغيب طبعا أزارو زي ما انتم عارفين بعد اصابته بمزق في مباراه بيراميدز الاخيره، وكمان بيواصل صلاح محسن لسه برنامجه العلاجي، وبرده كمان في غياب لمروان محسن عن مباراه سموحه بسبب حصوله على الانذار الثالث. ودفع لاسارتي النهارده بعمر جمال في مباراه الاهلي او امبارح في مباراه الاهلي وجمهوريه شبين الوديه، وقدم مباراه مميزه جدا نالت استحسان المدرب الاراجواني واللي اشاد باللاعب بعد المباراه وطالبه بالمزيد في المباريات الرسميه. وكالعاده لازم طبعا نطمن على تدريب النهارده التدريب الصباحي للنادي الاهلي اللي كان على استاد مختار الترش، ومعانا دلوقتي عبر الهاتف كريم احمد زميلنا مراسل قناه النادي الاهلي اللي حضر التدريب. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك، وعايز اعرف منك طبعا تفاصيل وكواليس تدريب النهارده الصباحي للنادي الاهلي. زي ما قلنا يا شيماء في الاستعدادات مكثفه دون راحه للنادي الاهلي، اما فكره المباراه الوديه واضح من الاطار بتاعت الوضع عامل استثمار في مساله المدير الفني في قسم النادي الاهلي تجهيز كافه اللاعبين، يمكن اللاعبين طبعا بيقودوا المباريات ولاعبين اساسيين، لكن في عدد كبير جدا متواجد بيقضي بعض التدريبات، فكانت خطوه اكيد مهمه جدا يكون في مباراه عقب المباراة الأخيرة واضح فيها بشكل كبير جدا تألق عدد كبير من اللاعبين، وده اللي يمكن منتظره مستر مارتن، عايز يقرب اللعيبة بشكل كبير، عايز يشوف المباريات، لأن الأخطاء الأخطاء القوية جدا هي اللي بتحدث في المباريات، مهما كانت التدريبات بيكون فيها فقرات فنية بيكون فيها تقسيمة، لكن المباريات بيبقى ليها طبعا خاص، وأكيد الراجل بيحاول إن هو يشوف بعض اللعيبة في أكثر من مركز عشان يبقى في تقسيم مكامل خلال المرحلة القادمة، لأن المرحلة القادمة مليئة بالصعوبات، النادي الأهلي بيفقد عدد كبير جدا وفي سوء توفيق كبير بيقابل الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، يمكن هدف اللاعب الوحيد حتى هذه اللحظه مصابين، نتيجه فريق النادي الاهلي هيدخل هذه المباراه الجهاز الفني واللاعبين بدون 11 لاعب، احمد فتحي وعصام عاشور ووليد ازارو ومحمد نجيب وسعد السمير ومدمرهم كمان احمد الشيخ، ويمكن دي كمان اصابه اخيره تعرض ليها احمد الشيخ، اشعه النهارده يمكن اتعاملت مع دكتور خالد محمود في فريق
للنادي الاهلي احمد تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبه ويتم التجديد غيابه وسوء التوفيق كبير جدا كبير جدا ده لعيبه فريق النادي الاهلي. ان شاء الله يكون اللعيب عندها دوافع كبيره لان المرحله مليئه بالتحديات وعندنا مباريات عديده جدا وزي ما انت النادي الاهلي هيواجه سموحه استمرت الاسكندريه عنده مباراه تجديد كلوب الكونغولي مباريات متلاحمه بشكل كبير والنادي الاهلي هيدخل كمان مباراه سموحه بدون فيرود صريح بدون سترايكر صريح بعد يمكن خروج وليد ازارو اللي اكيد في حزن كبير جدا على غيابه اربع او خمس اسابيع فتره كبيره جدا لان هيكون فيها مباريات عديده. لكن بشكل عام النهارده للتدريب كان في بعض الفقرات التدريبيه بعض الفقرات الفنيه اللي بيركز عليها مستر مارتن مع اللاعبين الراجل بيحاول يصحح الاخطاء أكثر من مرة الحديث مع اللاعبين والتأكيد على أهمية المرحلة القادمة سواء الكابتن سيد عبد الحفيظ كلامه مع اللاعبين في محاضرة اليوم أن شخصية النادي الأهلي لابد أن تعود الانتصارات جمهور النادي الأهلي منتظر من اللاعبين إسعاد الجمهور مرة أخرى الدوري لسه طويل كلام تحفيزي طبعا عشان يخلق دوافع كبيرة للاعب النادي الأهلي لأن المرحلة القادمة زي ما أكدنا شيما مرحلة صعبة ومرحلة هامة جدا محتاجة التكاتف من كل لاعبي النادي الأهلي. شكرا لك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي كان متواجد النهارده في تدريب نادي الاهلي الصباحي ولطمنا طبعا على كل اجواء تدريباتنا النهارده. دلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاك وبعد كده بقيت فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. في الجول وزير الرياضه ندى عن اتحاد الكره في تنظيم كاس الامم الافريقيه ومبادره لعوده الجماهير تدريجيا. اليوم السابع اتحاد الكره يتلقى ثلاث عروض رسميه لرعايه ملابس المنتخب. سوبر كورة اتحاد الكرة يشترط على سموحة دفع مليوني جنيه للسماح له بالقيد الشتوي. فيتو الجبلية تؤجل ملف زيادة بدلات الحكام للموسم المقبل. اليوم السابع اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة لاختيار أفضل لاعب في الدوري. كورة صفقة تنزانية على أعتاب الإسماعيلي. بطولات إكسبرس تثير الذعر داخل ليفربول محمد صلاح قد يرحل في هذا أو في هذه الحالة. الفجر برشلونة يكلف ميسي بحسم صفقة محمد صلاح. عسل أسبانية يوفنتوس يستهدف ضم ظهير برشلونة الصيف المقبل. سكاي سبورتس بعد الهزيمة أمام السيتي المتهم فرنيروت. سبورت 360 فان خال كلوب سيعطي غوارديولا دروسا في التدريب. كورا كلوب يقلل من فرص اجراء تعاقدات شتويه. نبتدي معاكم تفاصيل اخبارنا هنبتديها من موقع في الجول اللي قال ان شدد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على دعم الدوله للاتحاد المصري لكره القدم في ملف تنظيم كاس الامم الافريقيه 2019 وقال اشرف صبحي اتمنى ان نحصل على تنظيم كاس الامم الافريقيه وننظمها نقف خلف الاتحاد المصري لكرة القدم وأكد صبحي أنه في جهود كبيرة لتطوير مبادرة عودة الجماهير للملاعب بشكل متدرج. كمان اليوم السابع قال ان بيعكف مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هانيا بوريدا على دراسه ملف العروض المقدمه لمجلس الجبليه من شركات الملابس العالميه لرعايه قميص الفراعنه لمده اربع سنين لحد مونديال 2022 بعد ما ابلغت الشركه الراعيه لملابس المنتخب عدم التجديد بعد مونديال روسيا 2018. تلقى اتحاد الكوره ثلاث عروض رسميه لرعايه قميص المنتخب وهي من شركه المانيه كانت بترعى ملابس المنتخب الوطني في عهد حسن شحاته المدير الفني الاسبق للفراعنه وهي الأقرب بجانب الشركة الإنجليزية الراعية حاليا لملابس النادي الأهلي وعرض ثالث من الشركة الراعية
لملابس ليفربول الانجليزي واللي بيلعب ليه النجم المصري محمد صلاح. كشف مصدر في اتحاد الكره ان عرض الشركه الالمانيه اللي كانت بترعى المنتخب في عهد حسن شحاته هي الاقرب للفوز بحقوق رعايه ملابس المنتخب في الفتره اللي جايه. وقال كمان ان الشركه كانوا شها حلو على المنتخب وحقق الفراعنه معاها العديد من الانجازات، بجانب ان العرض المالي الخاص بها هو الافضل ما بين العروض الثلاثه، ووصل العرض ده ل 25 مليون دولار. كمان سوبر كورة قالت ان اشترط اتحاد الكورة دفع نادي سموحة مبلغ 2 مليون جنيه كاش عشان يتم رفع قرار منعه من القيد الشتوي قبل مواجهة النادي الاهلي يوم الثلاثاء اللي جاي. اتحاد الكورة منع القيد لسموحة لحد ما يسددوا مبلغ 540 الف دولار لصالح نبارو على خلفية ازمة اعارة عبدالله بكري للوطن السعودي. وبعد كده طبعا نادي السكندرية ونادي سموحة اتقدم بتظلم رسمي للجبلية وما تمش حسم التظلم لحد دلوقتي، في الوقت طبعا اللي خوض في سموحة مباراة مهمة قصاد النادي الأهلي يوم الثلاثاء اللي جاي في الدوري الممتاز. طلب اتحاد الكرة سداد مبلغ 2 مليون جنيه عشان يرفعوا حظر القيد مؤقتا عشان يقدر النادي الاسكندري ان هو يأيد اي لاعب قبل اللقاء. كمان فيتو قالت ان ارجى مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هاني بوريده النظر في المذكره اللي عرضها عصام عبد الفتاح عضو المجلس واللي بيطلب فيها زياده البدلات الخاصه بالحكام بحيث يتم البت في الطلب مع بدايه الموسم اللي جاي. مجلس اداره اتحاد الكوره رفض في جلسته قبل كده او الجلسه اللي كانت قبل اللي فاتت ان هو يرد على مذكره عصام عبد الفتاح بزياده بدلات الحكام بعد ما رفض اغلب اعضاء المجلس الموافقه على طلب رئيس اللجنه في ظل طبعا تراجع مستوى التحكيم والأزمات اللي بيسببها أو بيتسبب فيها للاتحاد المصري لكرة القدم من وقت للتاني مع مسؤولين الأندية، وآخرها كانت الأزمة مع رئيس نادي نجوم المستقبل محمد الطويلة بسبب الأخطاء اللي ارتكبها الحكم الدولي إبراهيم نور الدين في مباراة الفريق قصاد نظيره طلائع الجيش. شهدت المباراة دي أخطاء تحكيمية كارثية بعد ما تغضب إبراهيم نور الدين عن احتساب ضربتين جزاء صحيحتين لصالح النجوم، وكمان احتسب هدف مشكوك في صحته لصالح طلائع الجيش. عشان يخرج رئيس نادي النجوم بعد المباراة ويهاجم الحكم عبر الفضائيات، وده اللي خلى مجلس الجبلية يحلوه لجنة القيم. كل المشاكل دي بقى اللي تسبب فيها أو تسببت فيها الحكام المصريين لمجلس الجبلية في الوقت اللي فات خلت أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة أنهم يرفضوا طلب عبد الفتاح ويأجلوا للموسم القادم. كمان اليوم السابع قال ان قرر اتحاد الكوره تشكيل لجنه بتضم مجدي عبد الغني وحازم امام عضو مجلس الجبليه والدكتور محمود سعد المدير الفني للجبليه عشان يختاروا افضل لاعب في الدوري العام وافضل لاعب صاعد وافضل حكم وافضل مدرب عشان يتم تكريمهم في احتفاليه الافضل واللي بينظمها اتحاد الكوره مع الشركه الراعيه برزنتيشن في نهايه الموسم. واللجنه هترسل استمارات للعيبه وللمدربين عشان يختاروا الافضل بجانب 50 ناقد رياضي بيتم اختيارهم بمعرفه اتحاد الكوره، وهيعمل ان شاء الله اتحاد الكوره الاحتفاليه دي في نهايه الموسم عشان يكرم اللي هيفوزوا او هيتم التصويت عليهم بان هم الافضل. كمان موقع كورة قال ان اقترب نادي الاسماعيلي المصري من حسم ثلاث صفقاته الشتوية بالاتفاق على ضم المهاجم يحيى زايد صاحب العشرين عام لاعب فريق عزام ومنتخب تنزانيا. رشح احد الوكلاء اللاعب لمسؤولين الاسماعيلي واللي تابعوه وابدوا اعجابهم بسرعاته ومهاراته، خصوصا ان هو بيجيد اللعب في اكتر من مركز صانع العاب وجناح بجانب طبعا راس حربة، والمفروض ان هيتم حسم الصفقة دي وهيحسم مسؤولين الاسماعيلي ضم اللاعب عشان يتم قيده في قائمة الفريق على حساب الكاميروني كريستوفر ميندوغا أو التونسي لسعد الجزيري. كمان بطولات قالت انه بيواجه نادي ليفربول الانجليزي خطر فقدان خدمات النجم محمد صلاح في نهايه الموسم الحالي، وده بحسب ما ذكرت احدى الصحف الانجليزيه. وقالت صحيفه دايلي اكسبريس الانجليزيه ان صلاح قد يرحل عن ليفربول في الصيف القادم، وافادت ان ذلك الامر قد يحدث اذا فشل ليفربول في الفوز بلقب الدوري الانجليزي في الموسم الحالي ونجح مانشستر سيتي في حسم البطوله، فان محمد صلاح لن يستمر مع النادي في ظل تلقي العديد من العروض الكبيره وابرزها من ثنائي القمه في اسبانيا ريال مدريد وبرشلونه.
كمان الفجر قالت ان بيستعد مسؤولي نادي ريال مدريد الاسباني برئاسه فلورنتينو بيريز للدخول في مفاوضات رسميه مع اداره نادي ليفربول الانجليزي لضم نجم ريدز خلال الفتره الحاليه او كمان خلال فتره الانتقالات الصيفيه القادمه. واكدت صحيفه دون بالون الاسبانيه ان النادي الملكي بيسعى للظفر بخدمات صلاح لتدعيم هجوم الفريق في ظل معاناته الهجوميه من ساعه ما رحل البرتغالي كريستيانو رونالدو لليوفنتوس الايطالي. وقالت الصحيفه نفسها ان ليفربول حدد مبلغ 180 مليون يورو لبيع محمد صلاح والموافقه على رحيله في منتصف الموسم الحالي. وقالت كمان الصحيفه ان اللاعب يمتلك رغبه قويه في خوض تجربه جديده واكيد بيلقى ترحيب وموافقه على ضمه من جانب مسؤولين الملكي. وقالت بعض الصحف الاسبانيه ان برشلونه بيسعى كمان للتعاقد مع محمد صلاح من اجل تدعيم صفوفه في المرحله المقبله والعوده للتتويج بالبطولات الاوروبيه. وقالت التقارير ان الارجنتيني لينال ميسي نجم العملاق الكتالوني ومنتخب الارجنتين بيلعب دور كبير في الصفقه عشان يحسمها لصالح فريقه مستقبلا. كمان الأهلي الأسبانية قالت إن بيخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لعقد صفقة كبيرة في الصيف المقبل بضم الظهير أيسر نادي برشلونة، وبيسعى نادي يوفنتوس لتدعيم صفوف فريقه بخدمات اللاعب الأسباني خوردي ألبا. ووفقا لنفس الصحيفة فبيتردد إن ألبا مش هيجدد طبعا عقده مع برشلونة وهيكون لاعب مجاني في يونيو 2020، وعنده النية يوفنتوس إن هو يبيع الظهير الأيسر البرازيلي ألكساندرو، وطبعا ده اللي هيجدد العديد من الأندية اللي ضموا زي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي عشان يقدر يضم ظهير برشلونة. كمان سكاي سبورتس قالت ان تعرض اللاعب الكرواتي بفريق ليفربول ديان لوفرين لانتقادات بعد فوز السيتي على فريقه بهدفين مقابل هدف. وقالت التقارير ان لوفرين اكد ان هو في مباريات كتيره قصاد الفريق وانه هو عارف ان ده موسم كبير وانه لسه في الصداره ومفيش اي حاجه هتغير الكلام ده برغم الخساره. وقال كمان احنا لازم نحافظ على هدوءنا ونركز في كل مباراه على حده دون ان نلتفت للوراء، فسواء فزنا او خسرنا لا يجب أن ننظر للوراء. كمان سبورت 360 قالت أنه بيعتقد المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد لويس فان جال أن مدرب ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب بيعطي مدرب مانشستر سيتي باب جوارديولا دروس في التدريب في الموسم ده، وبيدعم المدرب الألماني من أجل الفوز على المدرب الأسباني في الصراع الدوري الإنجليزي الممتاز. قال كمان فان جال في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية نجح كلوب في تحويل ليفربول لماكينة قتال سواء في الهجوم أو في الدفاع. وقال كمان إذا كنت سأراهن على نادي واحد في الدوري فسيكون ليفربول. كمان موقع كورة قال إن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي صرح ان من غير المرجح ان يبرم نادي صفقات شتويه برغم مغادره ناتانيل كلاين ودومينيك سولانكي ثنائي ريتس لبورنموث. ورد كلوب بشكل حاسم لا نفكر في ابرام صفقات شتويه. وتكلم كلوب عن رحيل كلاين وسولانكي واوضح كمان ان حاله كل واحد فيهم بتختلف تماما عن الثاني. وقال اعتقد ان دومينيك كان من حقه ان يرحل فقد كان لديه سوء حظ وتعرض لبعض الاصابات، وفي فترة أخرى كان لدينا العديد من الخيارات لقد تدرب جيدا. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل لفقره السوشيال ميديا وهنبتديها معاكم مع عمرو طارق المحترف في صفوف نيويورك ريبوز الامريكي واللي نشر صوره على الانستجرام وعلق احلامك بتطلبك ليس عليك سوى ان تجيب. كمان نشر البلجيكي ادن هازارد نجم تشيلسي صور على الانستجرام من مباراه نوتنغهام فورست في كاس الاتحاد الانجليزي واللي انتهت بفوز البلوز 2-0 وكتب الى الجوله القادمه. نشر كمان الفارو موراتا على الانستغرام صور مع ساسك فابريجاز واللي ودع جماهير تشيلسي امبارح في مباراته الاخيره مع الفريق قبل ما يتنقل لفريق موناكو الفرنسي وكتب انت لا تعرف كم سافتقدك. كمان نشر ديفيد لويز لاعب البلوز صور من المباراه على الانستغرام وكتب اتمنى ليك حظ سعيد في رحلتك القادمه، شكرا ليك على كل شيء.
نشرت كمان صفحة زاتشر فوتبول على الانستغرام صورة لفابريغاز من المباراة وكتبت تحية أخيرة من ستانفورد بريدج لسيسك فابريغاز. ايرون رامزي لاعب أرسنال الإنجليزي نشر صور على تويتر من مباراة بلاكبول في كأس الاتحاد وفاز فيها طبعا الجانرز بنتيجة 3-0 وكتب أحسنتم إلى الجولة التالية. نشر كمان الجابوني بيير أوباميانغ صورة على الانستغرام بعد المباراة وكتب أتأكد من النتيجة 3-0 رائع. صفحة الرسمية كمان لنادي مانشستر يونايتد على تويتر نشرت صورة من الاستعداد الخاص بالفريق للسفر للإمارات وكتبت جاهزين لمعسكرنا التدريبي في دبي. نشر كمان مروان فيلايني لاعب المان يونايتد صورة على تويتر من مباراة امبارح مع بايرن في كأس الاتحاد واللي انتهت بفوز الريد ديفلز 2-0 وكتب إلى الجولة التالية. كمان سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد نشر صورة على انستغرام من التدريب الأخير قبل مباراة ريال سوسيداد في الليغا وكتب العودة للبرنابيو معا لإيجاد مفتاح الفوز. كمان حساب نادي برشلونة على تويتر فنشر فيديو لواحد من أهداف ميسي في التدريبات وكتب الآراء منقسمة حول لمسة ميسي في التدريبات المفتوحة يوم الجمعة، هدف خرافي ولا ضربة حظ؟ تعال نشوف الفيديو. كرة القدم الكاف بالعربي على تويتر واللي نشر صورة لنجم نادي الأهلي سابق منتخب مصر ماجيكو محمد أبو تريكة وكتب هل اشتقت لمحمد أبو تريكة؟ فترى قريبا. وكتب الكاف مع التويتة هاشتاج الأساطير الأفريقية تعود وهاشتاج جوائز الأفضل في أفريقيا، وده إشارة أن محمد أبو تريكة هيكون موجود في حفلة الأفضل المقامة يوم الثلاثاء اللي جاي في العاصمة السنغالية دكار. نروح بقى أخيرا لحساب في الجول على تويتر نشر صورة للنجم محمد أبو تريكة ونجم الأهلي السابق الأنجولي جولبرتو والنجم المغربي نور الدين النبتو وكتب أبو تريكة وجولبرتو ونور الدين في المغرب قبل السفر للسنغال لحضور حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2018. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع وبكده هنرجع ونستقبل ضيفنا النهاردة دكتور إبراهيم داود نائب رئيس تحرير الكورة والملاعب. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنورنا دلوقتي في الاستوديو دكتور ابراهيم داوود نائب رئيس تحرير الكوره والملاعب. مساء الفل على حضرتك. مساء النور عليك يا شيما، انا بسعد باللقاء معاكي دايما، بس لازم نقول في الاول المجد كل المجد للاهلي والشهداء الاهلي والجماهير الاهلي. في البدايه كده يا دكتور، طبعا الكلام اللي بيتقال في الفتره اللي فاتت عن النادي الاهلي او يمكن من امبارح للنهارده اكيد الكلام كتير عن الصفقات وبالاضافه طبعا للكلام عن اللجنه اللي شكلها النادي الاهلي عشان تنظر في قيد عبد الله السعيد يوم الجمعه اللي فاتت ويلعب لاعب النادي الاهلي السابق امام النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت. شفت ده ازاي؟ شفت ان العمليه بالمزاج وعكيف وبعلاقات مشبوهة بتربط اتحاد الكورة بأحد الأندية. شفت ان معلومات الواردة ان في بعض الناس الموجودين في جوه الاتحاد من الموظفين بيشتغلوا في أحد الأندية، لا داعي لذكر اسمه يعني، لكن هو كان مرتبط بعملية القيد اللي تمت في الآونة الأخيرة يعني. طبعا الناس دي بتاخد مرتبات وبتاخد فلوس وفي روابط لمسؤولين في اتحاد الكورة بأحد الأندية برضو، ومعروف ان في علاقات ومصالح، هي دي السبب الرئيسي في ان اي حاجة تخرج بره دائرة اللوائح ودائرة القوانين ويتفتح الاتحاد ويتأيد يوم جمعة والمنطقة ما تعرفش اللي هي جزء من المنظومة والمفروض ان ده مال عام، يعني ده مال عام، المال العام ده ما يخشش ازاي المنطقة، ها كل ده بيتم التجاوز فيه عشان خاطر النادي ده يحقق انتصارات. الانتصارات دي بالكذب بالزور بالحق، مش دي القضية، المهم ان هو يبقى بيرضي المسؤولين عن النادي ده. يعني شفنا كتير من الاقاويل المتضاربه، لا يوم الجمعه احنا بنشتغل، لا احنا ما بنشتغلش، لا بنشتغل، لا في طريقه الكترونيه بنأيد بيها اللاعبين وبعد كده يطلعوا ينفوا الكلام ده. شفنا تضارب اقوال فين المنطقه؟ ما بين مسؤولين فين المنطقه؟ فين المنطقه في الحدوته؟
المفروض يقيد في المنطقه وبعدين يقيد في الاتحاد. هل تم قيده في المنطقه؟ يمكن صحيح الدكتور زين طلع وقال انا هستقيل لان ما فيش اي حد هو المسؤول طبعا عن منطقه بني سويف وعميد كليه الاعلام، قال انا هقدم استقالتي انا وكل المعاونين اللي معايا في المنطقه دي لان ما فيش حد، احنا مش خيال مآتم، ما فيش حد اخطرنا وما عندناش اي فكره عن اللي حصل ده لا عن عبد الله. لا هو اتحاد الكوره لازم اللي يتعامل معاه لازم يكون خيال مآتم لان هو لازم يرضي صاحبه او يرضي المسؤول او يردي شوال الفلوس او زكبت الفلوس بس. فقصة عبد الله السعيد انا بس يعني انا عاوز برجو من قناة النادي الاهلي ان احنا نقسم الشاشة كده نصين ونجيب صورة علاء كابتن علاء ميهوب طبعا من النجوم العظام في تاريخ النادي الاهلي لما سجل جون في النادي الاهلي وبكى وصورة عبد الله السعيد بعد ما سجل الهدف في مرمى النادي الاهلي في مباراة بيراميدز الاخيرة. انتوا شايفينه ازاي يعني؟ طيب خلينا نروح بقى للمباراة، خلينا نروح للمباراة وشفت الاهلي ازاي في المباراة دي رغم ان احنا طبعا كلنا كنا حاسين ان الشوط الاول مختلف تماما عن الشوط الثاني. الشوط الاول كان الاهلي مسيطر، كان مستحوذ، كان هو طبعا ليه الكلمة العليا في اللقاء او في الشوط الاول، وانتهى الشوط الاول بهدف للنادي الاهلي متقدم فيه على فريق بيراميدز. اما الشوط الثاني فكان مختلف تماما للنادي الاهلي سواء بقى في الاستحواذ، في المستوى، فنيا، كل حاجة النادي الاهلي اختلف فيها تماما. طبعا سعد بيراميدز في الشوط الثاني حاجتين مهمين جدا. اولا ان الهدف التعادل جه مبكر جدا في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني، في الدقيقه الثالثه بخطا فادح ومتكرر لحارس مرمى الفريق محمد الشناوي، ودي يمكن المره ال 13 اللي من ساعه ما جه وحرس النادي الاهلي وقع في نفس التكرار. بعضها سجل منه اهداف وبعضها ما سجلش منه اهداف، لكن خطا متكرر. من وجهه نظر حضرتك كنت شايف ان شريف اكرامي هو الاكثر جاهزيه في الوقت ده؟ الاهم من هو شريف ولا الشناوي، انا بتكلم المفروض ان من خارج الخطوط في مدرب حراس مرمى المفروض ان هو يبقى هو المسؤول عن التطور النوعي للحارس. لما يقع الحارس في خطا ويكرره يبقى العيب اساسا في مدرب حراس المرمى، لان هو المفروض ينبهه ويوجهه مره واثنين وثلاثه، انت بتقع في الخطا ده المفروض في التمرين بيقول له في الخروج. حته التردد في الخروج انا اللي اعرفه او اللي اتعلمناه ان حارس المرمى ما يخرجش من مرماه الا اذا كان قادر فعلا وواثق بنسبه تزيد عن 85% انه هيمسك الكوره او على الاقل هيضربها بالبوكس يحولها على احد طرفي الملعب، غير كده ما بيخرجش حارس المرمى من مرماه. طيب احنا شفنا المباراه اللي قبليها كانت مباراه الداخليه، تعرض شريف لضرب في الهدف الثاني اللي سكن مرمى الاهلي. هل جاهزيه شريف في الماتشين الثلاثه الاخرانيين كانت هي الافضل؟ بالتاكيد ان دي رؤيه جهاز فني حسمت في النهايه ان محمد الشناوي هو اللي ياخد اللقاء، لكن انا بتكلم على الخطا المتكرر. هو ده اللي لازم نحط ايدينا عليه. طيب لو هنرجع برضو للمدير الفني مارتين لاسارتي، المدير الفني الحالي للنادي الاهلي اللي يمكن كانت اول مواجهته او اول قيادته للنادي الاهلي في مواجهه بيراميدز يوم الجمعه اللي فاتت، هل ممكن نحكم على لاسارتي من المواجهه دي؟ اول حاجه نحكمها كايجابيه ان هو راجل يعني خد المواجهه بشجاعه شديده جدا. كان ممكن قال او اجل المواجهه بتاعت بيراميدز الى ما بعد مباراه بيراميدز، لكن هو قرر ان هو ياخد الريسك ويخوض المباراه، وعارف انها مباراه صعبه، وعارف اكيد اتنقل له من المعاونين ان في تنافسيه كبيره بين الاهلي وبيراميدز من ناحيه النقاط وفي صراع المنافسه على القمه. دي نقطه ايجابيه. في نقاط ايجابيه اخرى انا شايفها ان هو استطاع ان هو بسرعه ان هو يستخدم الصفقات الجديده اللي جت، اولهم رمضان صبحي وبعدين محمد محمود في الشوط الثاني. صحيح. ثلاثة ان هو بعد ما الاهلي جاب سكن مرمى الهدف الثاني كان ممكن الاهلي يحصل له دروب، لكن هو الاهلي قاتل برضه حتى الدقيقة الأخيرة. ما ننساش كمان ان الاهلي ليه ضربتين جزاء في المباراة. صحيح. كانوا كافلين جدا بتغيير نتيجة المباراة. صحيح، ضربة أحمد الشيخ. وبرضه دي من الحاجات اللي على الكيف وعلى المزاج، ان اتحاد الكورة مرة يجي صربي، مرة يجي تونسي، مرة يجي جزائري، مرة يجي مغربي، احنا مش عارفين اتحاد الكورة عاوز ايه بالظبط، يعني هو عاوز ايه من النادي الأهلي بالظبط.
هو عاوز الاهلي يبقى بره المنافسه اوكي خلاص اعلنوا ان بيراميدز خد البطوله ولا زمالك. ينفع دوري من غير النادي الاهلي؟ ولا تنفع كوره في مصر ولا في الوطن العربي ولا في افريقيا بدون النادي الاهلي أكيد. لكن هو اتحاد الكوره مخطط لدي يقول لنا يعني يصرح بكده. تيجي بقى من شكل ان يفتحوا له الابواب يوم الجمعه وما يقيدوهوش في المنطقه ويقيدوه في الاتحاد، تيجي من شكل ان يجيبوا لنا حكم يرتكب اخطاء بشعه بشعه. طب ما كانوا خلوا حكم مصري بس ما يقدروش، لان في ناس بتقول لا لازم يلعب يدير المباراه حكم اجنبي. الحكم الاجنبي ده بقى انا اللي بختار بقى، ان يكون صربي ان يكون تونسي، ان هو في علاقات بيننا وبينه ان ما فيش علاقات بيننا وبينه، بتبقى في النتيجه في النهايه اللي بنشوف ضربتين جزاء حرم منهم النادي الاهلي في اللقاء ده، كانوا كافلين جدا بتغيير واحده لاحمد الشيخ واحده لوليد سليمان. الضربتين جزاء دول لو سجلوا كانت النتيجه 3-2 صح ولا غلط؟ اكيد اكيد، بس احنا برضو مش عايزين نحمل يعني على التحكيم شماعه ان احنا برضو ما كناش قد المستوى. احنا مش كنا قد المستوى. انت معاكي جهاز فني اتحطت له معطيات، مش هنقول ان لازارت يعني خبير بالدوري المصري وبالنتائج وبنقاط القوه والضعف في كل الفرق اللي موجوده. اول لقاء كان يخوضه لازارت اكيد ان المعاونين ادوا له معطيات من خلالها انه خاض اللقاء. صحيح ولا غلط؟ طيب النهارده اكتشف لازارتي ان عنده نقاط قوه وعنده نقاط ضعف اكيد من خلال المباراه دي بعديها، وده اللي احنا شفناه من اليوم التالي على طول ما بيجهز في مجموعه البدلاء، بنخوض مباراه اللي هي بتاعه شيبين، بيحقق الاهلي ثلاثيه، بيبتدي يحط ايديه من 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 قلب مسح الاحداث نفسها انه يحسن في القماشه ويحسن في الاداء. اكيد اختياره في العناصر هتختلف، اكيد بدل ما هو بيسمع لمحمد يوسف ولسامي قمصان اكيد هو بنفسه هيكتشف وهيبقى له هو وجهه نظره اللي من خلالها هنشوف عليه تشكيل الاهلي وحاله في الايام القادمه. بعد بقى دي نقطه ايجابيه في حد ذاتها اكيد. بعد مباراه بيراميدز شايف ايه المراكز اللي احنا فعلا محتاجين ندعمها في الفتره اللي جايه؟ خط الوسط في الاساس. انا شايف ان الهدف الثاني والهدف الثاني في ماتش الداخليه، الهدف الثاني في بيراميدز والهدف الثاني في الداخليه، الاساس كله الاهلي كان سلاحه الرئيسي الموسم الماضي هو خط الوسط، خصوصا في الارتداد العكسي في الحاله الدفاعيه. يعني في القصه بتاعه خروج محمد هاني وكريم نيدفيد في الكره بتاعه كينو دي، لو كان في تغطيه عكسيه من 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 خلال لاعبي خط الوسط اللي هم في المباراه دي هشام محمد وعمرو السوليه، واستطاعوا ان هم يملأوا الفراغ في منطقه الجزاء، انا اعتقد ان ما كانش عبد الله السعيد اتمطع وخد وقته، ده خد يجي نص ساعه قبل ما شاط الكره وحطها في الجون. ده طبعا غلط. طب بالنسبه للدفاع، بالنسبه للدفاع انا شايف مثلا كان ربما خطا استراتيجي مثلا لعيب زي سليف كوليبالي. سليف كوليبالي الكرات الطويله دي هل الافضل ان انا الجا لمحمد هاني وهو مش يعني لاعب بنلجا له ان هو بنغير مركزه وبنحطه في كمساك؟ طب ليه انا ما اجيبش سليف كوليبالي حتى لو انا بفكر ان انا همشيه؟ طب انا استفاد منه طوال ايام شهر يناير، ليه لا في ماتش زي ده، ان هو خصوصا في الكره العاليه اللي هي اللي جه منها الهدف الاول، كان هو بيمتاز بالكرات العاليه، كان ممكن ان هو اتعامل معاها بشكل جيد. هل النادي الاهلي محتاج لتدعيم صفوفه من الناحيه الدفاعيه؟ اكيد محتاجين على الاقل مدافع او اتنين فيما تبقى من يناير، بس المشكله ان القماشه بتاعه المدافعين في مصر قليله جدا. هتلاقي ان عفوا افضل اللاعبين اللي موجودين يمكن بنتكلم في متولي او بيرن المحمدي في الاسماعيلي، ما اعتقدش ان الاسماعيلي ممكن يفرط فيهم في الوقت الحالي، ومش الاسماعيلي متخبط جدا في الوقت جدا الحالي. جدا ومتراجع جدا في الترتيب. يعني الموسم كمان طويل جدا، يعني احنا بنتكلم في 7 شهور تانية لحد بيخلص الموسم، في معطيات كثيره جدا هتتغير على الارض. الـ 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 الاهلي محتاج مدافع، يعني لازم نبحث مسؤول الجهاز الفني يحطوا عينيهم على مدافع ويجي بسرعه قبل فوات الاوان. احنا جمهور الاهلي مش مستحمل فعلا. لو نرجع ونبص في الدوري المصري، في ندره عندنا في مركز المدافع اللي هو على قدر النادي الاهلي. يمكن السنين اللي فاتت كان النادي الاهلي برضو بيعاني من نفس الازمه، وكنا دايما بنسمع اذا ما استطعناش ان احنا نجيب مدافعين يبقى على الاقل
واحنا معانا سليف كوليبالي بغض النظر عن اختلافنا او اتفقنا على مستواه، طب ما انا عندي مدافع وعندي اصابات في المدافعين كتيره وكبيره. طب ما نستنى على سليف كوليبالي، ما نعير واحد من الاربعه الباقيين على اساس ان هو يبقى موجود كاعاره الست شهور اللي موجودين. في حاله النادي الاهلي هنلاقي ان الاقل جاهزيه هو جونيور اجاي. ليه ما نعيروش؟ ممكن ليه ما نعيروش لمده 6 شهور مثلا؟ اذا كان انت ما استطعتيش ان انت تجدي قطع غيار في خط الدفاع، لا هاتي تتمسكي بسليف كوليبالي حتى لو اختلفنا عليه على مستواه والفوت وورك بتاعته، لكن على الاقل هو مدافع. انت عندك مدافع، بس هي الفكره ان احنا مش عايزين بس مدافع، احنا عايزين مدافع يقدر ان هو يساعدنا في الفتره دي، مش بس وجود مدافع. عندك رامي ربيعه ما زال قدامه شويه وقت عشان يجهز، عندك اصابه، عندك نجيب محتاج عنده شويه وقت عشان يجهز، عندك سعد سمير راجع من اصابه. صحيح. اصابات الاهلي دي توصل الموسم ده ل 31 اصابه، دي كارثه كبيره جدا. يعني احد الاصدقاء كان لسه بيكلمني بيقول لي طبيب النادي الاهلي ده اشبه باللي بيكون مسؤول عن تجديد الحبس، ويراعى التجديد في الميعاد، ويراعى الاصابه وتجديدها في الميعاد وتجديدها في الميعاد وتجديدها في الميعاد. كارثه، 31 اصابه في موسم واحد. اللعيب اقل اصابه بنتكلم من 4 لـ6 اسابيع، من 4 لـ6 اسابيع للاسف. طب دي نقطه محتاجه اعاده نظر بهدوء شديد جدا. اذا كان الخلل في المنظومه الطبيه جوه الفريق نعيد هيكلتها، اذا كان الطبيب ده بينقصه ادوات نكملها له، لكن الابقاء على الوضع على ما هو عليه في منتهى الخطوره. اكيد خصوصا مع تلاحم الموسم وامتداده حتى شهر اغسطس. احنا لو رجعنا كمان للموسم اللي فات برضو كان الاهلي بيعاني في مركز المدافع، وكمان ارتبط اسم النادي الاهلي بلعيبه تانية زي مثلا محمود عزت من سموحه، بس للاسف طبعا هو اصيب بالرباط الصليبي ورجع لاعب تاني ورجع برضو اصيب مره تانية بالرباط الصليبي، ان شاء الله يوم احسن من الاول. وبرضو ارتبط النادي الاهلي اسمه برامي صبري مدافع انفي، وكان في محاولات كتير ان هو يروح النادي الاهلي، ولكن في الاخر برضو الموضوع ما تمش او ما حصلش. تفتكر النادي الاهلي ممكن يرجع يبص على الصفقات اللي كان المفروض يبرمها من الموسم اللي فات؟ هو الفكره مش ان انت تجيبي صفقه وخلاص او تملي فراغ وخلاص. شخصيه اللاعب نفسه هل هي متوائمه مع شخصيه النادي الاهلي ولا لا؟ انت عاوزه لاعب مقاتل 90 دقيقه وحتى بلس 95، ومقاتل مش مستواه مرتفع في مباراه ومتذبذب في مباراه اخرى. خط الدفاع من الخطوط الحساسه جدا. صحيح. فلازم تنقي بمعيار من ذهب المدافع ايا ما كان مين هو. طيب النادي الاهلي بيستعد دلوقتي لاكيد مباراه سموحه المؤجله من الجوله 15 من الدوري المصري الممتاز، شايف ازاي لسات يستعد للقاء ده ويحاول بقى ينسي اللعيبه شويه الهزيمه من بيراميدز؟ بصي، هو الهزيمه من بيراميدز مش نهايه المطاف، الدوري لسه كبير جدا ولسه طويل جدا. انت بتتكلمي في 20 مباراه متبقيه للنادي الاهلي تساوي 60 نقطه. 60 نقطه الفرق بين بيراميدز والزمالك 8 نقط، والفرق بين الاهلي والزمالك نظريا 8 نقط. لو بنتكلم في الـ8 نقط دول، بعكس بقى ان في 6 منهم مشكوك فيهم، اللي الفيفا بيقول ان هو خصمهم من الزمالك، هل هو خصمهم من الزمالك ولا ما خصمهمش من الزمالك؟ هو الفرق حقيقه بين الاهلي وبين الزمالك نقطتين ولا الفرق 8 نقط؟ ده سؤال مش عارفينه لسه. احنا بنقول الكلام ده على ذكر 6 ده برضو ده ايوه يعني. فعلا افتكرنا فعلا يوم 6/1 كان يوم تقديم مانويل جوزيه للاعلام كمتولي او كمدير فني للنادي الاهلي، كان 8 نقط. كان الفرق وقتها، لا كان الفرق وقتها فعلا 8 نقط. الفرق ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك كان وقتها متصدر، وقال هو وقتها نفس الفرق بتاع دلوقتي. وقال وقتها الدور فعلا الاول انتهى، لكن لسه الدوري في الملعب ولسه ان شاء الله النادي الاهلي هو اللي هيكون بطل النسخه دي، وفعلا هو ده اللي حصل وانتهى الدوري المصري والاهلي هو اللي كان فايز بالدوري. فايز بالدوري، شخصيه مدرب، شخصيه نادي، شخصيه فريق، ولاعبين كانوا موجودين في التوقيت ده استطاعوا فعلا ان هم يحولوا الفرق الكبير ده الى نهايه الفوز بالبطوله بفرق 6 نقاط عن اقرب المنافسين في هذا التوقيت وهو الزمالك، وبرده كانوا 6 يعني زي النهارده 6-1. 6-1 ده فال كبير او 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 يوم ذكرى كويسه عند جمهور النادي الاهلي وعند محبيه وعشاقه.
فوز تاريخي على نادي الزمالك او الغريم التقليدي. اعتقد ان الفل الحسن ده الاهلي يستطيع جدا من خلال ضبط الايقاعات، من خلال شخصيه مدير فني، من خلال المعاونين بيقولوا له الحقيقه وبيقولوا له الصراحه، من خلال شويه اعتناء بالجهاز الطبي للفريق، انتقاء صفقه او اتنين في خط الدفاع وخط الوسط، نستطيع ان الاهلي يستعيد الكثير من حيويته وانتصاراته في القريب العاجل. يعني اعتقد ان اداره لاسارتي لمباراه سموحه هتختلف كثيرا جدا عن ادارته لمباراه بيراميدز. يعني هيبقى هو المتحكم اكثر في شايف ان هو ممكن يغير من التشكيل اللي خاض بيه لقاء بيراميدز؟ اكيد هيبني عليه، مفيش مدرب هيهد ويبني من اوله جديد، لكن اعتقد ان في عناصر هو مضطر للاستعانه بغيرها زي وليد ازارو بسبب اصابته. صحيح. ما تحددتش مدى اصابه احمد شيخ ان كان هيلحق بالمباراه ام لا بشكل نهائي. اعتقد ان دول على الاقل المركزين دول ممكن يكون فيهم تغيير. اعتقد ان الدفع بوليد سليمان ممكن من بدايه المباراه ربما يكون اقرب. اكيد ان التشكيل نوعا ما هيبقى فيه ربما يستعيد احد المدافعين من المدافعين الصريحين، يعني جنب ايمن اشرف، يعني مع عوده محمد هاني المركز الظهير الايمن. اعتقد ان كل ده ممكن يكون تحسين على التشكيل وطريقه الاداء. طيب بالنسبه بقى لكاس امم افريقيا، بعيدا عن النادي الاهلي ومصر اللي بتقدم طبعا اوراقها عشان تنول شرف تنظيم هذه البطوله اللي اكيد هيكون شرف كبير جدا لينا ان احنا ننظمها هنا عندنا في مصر. شايف ازاي الخطوه دي؟ شايف احنا قد ايه محتاجينها هنا في مصر؟ احنا محتاجينها كلنا، بس عشان نبقى قريبين منها قوي محتاجين نرجع الجمهور قوي باراده حقيقيه قوي، ومحتاجين ان احنا ما نبقاش بنشتغل بالمزاج وبنفتح الاتحاد كل يوم جمعه ويبقى لنا علاقات ومصالح مع انديه ولعبه الفلوس هي اللي تبقى حكمانه، ان احنا نخلص النيه. اعتقد ان كل ده هيكون عامل مساعد جدا في ان احنا ننال شرف تنظيم بطوله امم افريقيا. يمكن دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه النهارده اتكلم او كان ليه تصريح عن اهميه الملف ده وعن دعمه الكامل لملف استضافه مصر لامم افريقيا 2019، وكمان من تصريحاته قال ان فعلا الجمهور هيبتدي يرجع مره ثانيه للمدرجات ولكن بشكل تدريجي. ده شيء ايجابي جدا، المهم تنفيذه على ارض الواقع. والمهم انت عارفه شيما طبعا ان موضوع اختيار البلد المستضيف بيتخضع ليها عده اعتبارات. صحيح. من ضمنها التربطات جوه اروقه الكاف نفسها. طبعا دور الكابتن هاني ابو ريده هيكون له دور كبير جدا في الموضوع ده، بس يا رب ما يقدرش بطريقه يوم الجمعه، بس ده لكل القلقانين منه. يعني نروح بقى للدوري المصري الممتاز والظواهر الجديدة أو الحاجات المختلفة اللي حصلت في الموسم الحالي من وجهة نظر حضرتك. الفلوس بقى لها كلمة السحر في البطولة، هي بتحدد معيار كبير جدا في الاختيارات. طبعا فريق بيقدر انه يجيب صفقات وفريق ما بيقدرش يجيب، دي جزء مهم. فريق بيقدر انه هو لو مش عاجبه حكم ما بيستطيع انه يستبعده ويجيب الحكم اللي هو عاوزه. فطبعا الفلوس معيار مهم جدا في الدوري المصري، بقت معادله صعبه السنه دي عن السنوات السابقه. من الظواهر بتاعت الدوري ان قصه ان بعض الانديه اصبحت بتلهس اكتر وراء صناعة نجم واحد تستطيع ان هي تبيعه وتجيب منه وتصرف بيه على الفريق. شفنا نادي او اتنين او ثلاثة بيشتغلوا على القصة دي طول الموسم، ان هو في النصف الاول يصنع لاعب، يظهر لاعب معاهم بشكل كويس، في النص في فترة الانتقالات الشتوية يبيعوه، يوم يستطيعوا منه انه يصرفوا على النادي بقية الموسم. من الظواهر ايضا ان الطرق الدفاعيه بدات تتلاشى اكتر. كان مشهور الدوري المصري بان هو ذو طابع دفاعي، اصبح الكره الهجوميه اكبر، دي من الظواهر.
ان يكون اتساع رقعه المنافسه لاكثر من نادي عكس ما كانت في المواسم السابقه مقتصر على ناديين فقط اللي هم الاهلي والزمالك. بقت بنشوف نادي زي بيراميدز، بنشوف نادي زي مصر المقاصه، القماشه بتوسع من ناحيه المنافسه، بنشوف اربع او خمس انديه موجودين في المنافسه. كل دي من الظواهر الايجابيه، يبقى بس ان الجمهور يرجع بشكل كبير، وده مطلب اصبح حيوي لكل الاطراف اللعبه او كل المنظومه ان هم يتحقق لهم باسرع وقت ممكن، حتى على صعيد ان احنا لو عاوزين نستضيف بطوله الامم الافريقيه في الصيف يبقى لازم على الاقل نرجع تدريجي، نعود الجمهور، نصطدم حتى بالعقبات بان الجمهور خرج على النص، بان احنا عاقبناه، بان يبقى في لوائح ونظم وقوانين، بس يبقى في حاله طبيعيه بالنسبه لعوده الجمهور. صحيح. دكتور، لو بصينا دلوقتي على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبصينا للقاع مراكز الهبوط، هنلاقي فيها اسماعيلي، مصري، ان بي، بتروجيت، شايف ده ازاي؟ انا شايف ان الانديه اللي تعرضت لعدد كبير من المباريات وتوالي المباريات هي اللي تعثرت اكثر، بينما فرق خدت عدد اقل من المباريات موجوده في المنافسه. يعني لو شفنا ان المركز الاول والثاني الزمالك وبيراميدز لعبوا عدد مباريات اقل من الاهلي اكثر، 16 مباراه، 16 مباراه اقل، الاهلي لعب 13. لا مش بتكلم على عدد المباريات اللي خدوها في الدوري، انا بتكلم في اجمالي عدد المباريات اللي خدوها طول الموسم. بسبب كده حصل مؤجلات للنادي الاهلي، وحصل مؤجلات لفريق زي المصري، وحصل مؤجلات مؤخرا ريسنتلي للاسماعيلي. عدد المباريات اللي خاضها الاهلي لانها كبيره جدا نتيجه اشتباكه وارتباطاته ومشاركته في اكثر من البطوله العربيه والبطوله الافريقيه. فكل الانديه اللي تعرضت لمشاركات تزيد عن طاقه لاعبيها هي اللي تعثرت، بينما الزمالك مثلا ما خدش نفس عدد مباريات الاهلي. أكيد. ولا بيراميدز. بيراميدز ما ملوش اي مشاركات دوليه. طيب خلينا نروح للمنتخب الوطني، شايف ازاي المنتخب الوطني تحت قيادات اجيري؟ شايف انه ماشي على الطريق الصحيح، وشايف انه في نفس القصه اللي كانت في اللي قبله، اللي هو الاصرار على التشكيل اللي هو ان اختياراته هي اللي صح، بيدافع عن اختياراته باستماته. مهما نقول ان لعيب زي وليد سليمان يبقى موجود هو بينفض خالص. مهما نقول ان فلان يمكن هو كان عنده طريقه تفكير واعلن عنها، انا بفكر في اللعيبه صغار السن عشان يقدروا يفيدوني في 2022 في كاس العالم، بس بعد كده لقينا برضه ان هو بيستعين بلعيبه في نفس سن تقريبا وليد سليمان، زي مثلا احمد علي واحمد محمد صحيح، احمد علي مهاجم المقاولين العرب، فكلامه يمكن ما فيهوش المنطق اللي يقنع بيه جمهور النادي الاهلي، وبالتالي برضو طلع وليد سليمان واعلن اعتزاله اللاعب الدولي، وقال انا مش برفع الحرج عن كل الناس، انا اصلا مش عايز العب. يعني انا متصور بقى يعني في اختياراته الجديده اشوف لعيب زي ناصر ماهر مثلا بعد المستوى اللي اداه في او اللي ظهر عليه في المباراه الاخيره، يعني احنا منتظرين. انما في المجمل العام طالما النتائج في صالحه الامور ماشيه، اخر مباراه ليه بس في التصفيات، ثم مرحله الاستعداد، هل هيخوض بطوله الامم الافريقيه من ملعبه؟ هيبقى محظوظ اكتر طبعا انه يلعب على في مصر مش خارج مصر، ولا البطوله هتروح في اتجاه جنوب افريقيا فهيبقى مضطر ان هو يخرج ويستعد ويخوض البطوله من خارج الحدود. يعني كل ده ربما يكون من المدربين المحظوظين. مايكل سميث مثلا في عام 86، يعني دي كل انجازاته انه خد البطوله على اللي نظمتها مصر سنه 86. دي كل انجازاته، ده كل السي في بتاعه مع المنتخب الوطني. طب شايف مين لعيبه في الدوري المصري يستحق ان هم ينضموا للمنتخب في الفتره اللي جايه؟ اعتقد في لعيب زي يوسف اوباما لازم يبقى موجود من الزمالك، في لعيب زي مجدي قفشه من بيراميدز، الناصر ماهر من الاهلي. اعتقد دي من العناصر اللي لازم تكون موجوده. اكرم توفيق يعني ما شاركش بشكل اساسي مع الاهلي عشان خاطر نقدر نقول ان هو يبقى عنصر اساسي يعني. طيب نروح بقى للمراكز اللي فيها مشاكل برضه في المنتخب الوطني. الاول يعني يمكن عندنا مشكله راس الحربه او المهاجم والظهير الايسر.
يعني ايمن اشرف نجح في 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 اداء هذا الدور بكفاءه في المباراه الاخيره. برضو مركز خط الدفاع اعتقد ان هو محتاج اعاده نظر من مستر أجيري. في نفس الوقت مركز الظهير الايسر اعتقد مع مشاركه محمود وحيد مع الاهلي اذا كتب له المشاركه يعني كظهير ايسر اعتقد ان دي هتبقى فرصه كبيره كمان ان يكون في قطعه غيار موجوده جديده بالنسبه للمنتخب يعني. طيب لو بصينا كمان للانديه في الدوري المصري ممتازه نلاقي اغلب الانديه بتعتمد في مركز الهجوم او مركز راس الحربه على اللعيبه الاجانب. فهل شايف ان ده هو السبب في الازمه اللي موجوده عندنا في المنتخب؟ طبعا طبعا لان القماشه في الاختيارات مش كبيره. ما زال برضو مروان محسن بيثبت وان كان على فترات ان هو مهاجم من عيار ثقيل. في احمد علي من المقاولين اعتقد ان يعني يمكن هم دول الموجودين على الساحه الا اذا قدر ما ان مهاجم يظهر بوضوح يعني يمكن السعيد صلاح محسن مصاب دلوقتي. انما مفيش يعني مفيش مهاجمين يشدوا الانتباه قوي في الفتره اللي فاتت في مجمل الدوري المصري. يعني كل راس حربه او كل مهاجم صريح في نادي هتلاقيه. لو بصينا كمان المنتخب الاولمبي هتلاقي عندهم صلاح محسن, هتلاقي عندهم طاهر محمد طاهر, بس مش مهاجم صريح. هي الفكره في المهاجم الصريح. هو يمكن صلاح محسن بس في ظروف اصابته في الوقت الحالي هو موجود من العناصر المنضمه للمنتخب. كمان يعني احمد علي مهاجم المقاولين زي ما قلنا ان هو كمان قبل كده فتره سابقه انضم للمنتخب الوطني بعد تسجيله او احرازه لسبع اهداف في الموسم الحالي. مظبوط. هو ماشي السنه دي بشكل كويس احمد علي, بس القماشه مش كبيره ومش واسعه بالنسبه لاختيار في مركز راس الحربه يعني. صحيح. الاستعداد بقى لكاس افريقيا 2019 سواء كان جوه مصر او بره مصر اكيد هيكون مختلف, وده اللي سمعناه في تصريحات أجيري المدير الفني المكسيكي لمنتخبنا الوطني الاول اللي قال ان في حاله ان هتقام ان شاء الله او مصر هي اللي هتظفر بالشرف بتنظيم البطوله ف الاستعداد هيكون جوه مصر. المباريات الوديه الثلاثه اللي طلبهم أجيري هيقاموا جوه مصر, لكن في حاله ان البطوله دي هتقام بره مصر او في جنوب افريقيا بمعنى اصح فالمباريات دي كلها برضو هتقام في دول مجاوره لجنوب افريقيا مع منتخبات افريقيه. شايف اكيد الاحسن ان البطوله دي تقام هنا عشان اكيد كمان في حاله ان المباراه او البطوله دي تقام بره مصر هنبقى محتاجين ان احنا نوقف الدوري اكتر من مره. اعتقد ان البطوله دي لو اقيمت خارج مصر هتبقى رصاصه الرحمه اطلقت على بطوله الدوري صراحه يعني, الا اذا كان اتحاد الكوره هيعمل حاجه عمرها ما حصلت في تاريخ الكوره العالميه بقى, مش ان هو يكمل موسم لحد شهر 9. معنى شهر 9 ان هيفتح باب قيد للمره الثالثه على موسم ما خلص. ده معرض البطولة نفسها من الفيفا للبطلان. لو فتح يقينا لو فتح في شهر 7 عشان مشاركة الأندية المصرية في أغسطس في البطولات الأفريقية القيد للاعبين, أي نادي حتى في المؤخرة هيطعن على البطولة بالبطلان. وفي الحالة دي هتبقى البطولة حذفت تماما. انا بنوجه رساله تحذير من دلوقتي لاتحاد الكوره على حته فتح القيد مره اخرى في شهر يوليو المقبل للمره الثالثه. خلي بالك ان بيحظر قوانين الفيفا القيد لثلاث مرات في موسم واحد. صحيح. تمام. طيب يبقى مطلوب من اتحاد الكوره انه يخلص الموسم قبل شهر ايه؟ قبل وده استحاله يحصل. من تاسع المستحيلات ان ده يحصل. في بطولة الدوري. ف يعني من وجهة نظر حضرتك شايف ان ممكن الدوري في الموسم الحالي يتلغي؟ هو لازم يتلغي, مش هو دي مش وجهة نظر. او ان انت خلصوه قبل دي يعني طبعا في مبالغ ضخمة جدا بتضخم في الدوري. خلاص على عشان خاطر الدوري وعشان نرضي بعض الاطراف يبقى احنا نضحي ببطولة الامم, مش لازم احنا ننظمها ومش لازم نشارك فيها. عندنا خبر عاجل بيقول ان يوم 30 مارس ان شاء الله بحسب قرار لجنه المسابقات في اتحاد الكوره المصري مواجهه نادي الاهلي ونادي الزمالك يوم 30 مارس القادم.
شايف الميعاد ده ازاي؟ 30/3 يوم جميل. اعتقد ان الاهلي في هذا التوقيت هتبقى اكتملت الكثير من العناصر، وربما نكرر تاريخ اليوم. ربما نكرر تاريخ اليوم اللي هو 6-1. ليه؟ لا خليك متفائل قوي. متفائل. عشان انا مؤمن قوي بشخصيه الاهلي. قد نتعثر في وسط الطريق، لكن ايماننا بقيمه وعظمه النادي الاهلي هي اللي تدينا الحافز والامل دايما، وده سر جمهور النادي الاهلي كله على اختلاف اعماره واختلاف انتماءاته. ايمانهم بالنادي الاهلي هو اللي بيخليهم يعدوا الكثير من الصعاب ويجتازوا الكثير من الكبوات، وده اللي بيخلينا دايما واحنا بنبص لصفقات النادي الاهلي مش بنبص بس قد ايه اللاعب ده عنده قدرات فنيه عاليه وعنده امكانيات يعني مختلفه عن الاخرين، ولكن الاهم حبه واحترامه وتقديره لتيشيرت النادي الاهلي، ان هو بيتمتع بشخصيه النادي الاهلي. صحيح. هو ده الفارق دائما. يعني شفنا مثلا حسين الشحات وهو بيتكلم بيقول انا ما عنديش اي مشكله اني اتنازل عن كل مستحقاتي للعين الاماراتي في سبيل ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي. عشان كده سر تمسك جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا وعلى في كل نزل عن 400,000 دولار، وده مبلغ كبير جدا عشان خاطر النادي الاهلي. برضو هنلاقي برضو حمدي فتحي لاعب ان بي النهارده اتعرض للايقاف وتجميد مستحقاته بسبب رغبته والحاحه على اداره ان بي ان هو يروح للنادي الاهلي، وهو يستحق. اللاعب من النوعيه دي وليد سليمان، قيمه وعظمه وليد سليمان في ايه؟ هو تمسكه وانتمائه في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت اللي كان فيه لعيب كان بياخد الفلوس في الشنط وفي شنطه العربيه، اللي هو اعلن عن يعني فرحته. عايز اقول لك ان وليد كان بيحارب ان هو مكان في فتره ان هو يروح النادي الاهلي. بقيمته وعظمته لما سجل هدف في تشيلسي رفض الاحتفال باعتباره انه كان ناديه سابق. انما الناس اللي من النوعيه دي لا عندها لا قيم ولا اخلاق ولا مبادئ ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. طيب نادي او عفوا لجنه المسابقات سابت الانديه ان هي اللي تختار ملعب الاهلي والزمالك، يختاروا هم الملعب اللي هتقام عليه مباراه القمه. هي ماتش مين؟ الاهلي والزمالك. اللي هو ماتش مين؟ هو ماتش مين؟ صحيح، وماتش الزمالك. يبقى على الزمالك ان هو يختار الملعب اللي هيلعب عليه. انما هما الاثنين يختاروا يعني يعملوا طص ولا يعملوا ايه؟ ما ينفعش طبعا، حسب النادي اللي هو مستضيف المباراه. واعتقد ان هو الزمالك، يبقى هو اللي عليه اختيار الملعب. دكتور ابراهيم النهارده نورتنا اكيد كالعاده في قناه النادي الاهلي، استمتعنا اكيد بوجود حضرتك معانا النهارده كالعاده. بقى شيء اخير بس اقوله لك في عجاله، بعض الناس كانت واجهت ان هي مشاكلها مع الاداره في النادي الاهلي مش مشاكلها مع جمهور الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي ولا اسم وتاريخ النادي الاهلي. انا اعتقد ان احنا اللي ياخدنا كلنا على بعض باكج واحد. اداره النادي الاهلي خط احمر. هي مكان مين الموجود؟ فما بالك ان يكون الموجود كابتن محمود الخطيب. كلنا على بعض باكج واحد، اللي عاوز ياخدنا على بعض باكج واحد. المجد للاهلي، المجد لشهداء الاهلي، المجد الجمهور الاهلي. شكرا يا شيماء. شكرا ليك دكتور ابراهيم داوود، بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من كلام في الميه الساعه 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.